كبري وصل راح نحمل السيارة إن شاء الله نوديها للمصفح العمد. ميزانية الإطارات الأمامية والخلفية، تم تحميل المركبة الآن. هذا طبعا جهاز الهنتر لميزانية الإطارات، والإطارات طبعا الشيالات ولا الأذرع الأمامية والخلفية طبعا راح يسوونها الحين في الميزان. هذا ميزان إلكتروني. موضوع احمر اخضر بنفسجي بني، شو السالفه؟ هذا عندك تو يمين يسار حلو. ايوه شلون؟ التو مو سيده عندك هاي قدام، عندك الكاستر، الكاستر هذا تعب الشيال ما عادي تعدل، سوي يمين يسار افتح لك تو وعدلك اياه. يعني هذا الحين جالس تصفرها بالكمبيوتر يعني؟ ها؟ زين في قراءات معينه ستاندرد؟ ها؟ الحين صار شو؟ هذا بالنسبة للخلف ولا للأمام؟ اوكي تمام يعني؟ حلو ممتاز. يعطيكم العافية. لو تشتري لك نيسان تحطه بالبيت هو أحسن لك؟ لا. ليش؟ أنتم ما بتستفيدون. ليش معك؟ الكامبر على اليمين وعلى اليسار. أيوه. تو يمين يسار، كاستر يمين يسار، هاي اللي بالأمام، خلفية هاي، كامبر يمين يسار. يجيك اللي ورا بس التو يمين ويسار، التو الاجمالي ورا وقدام. يعني الحين زيرو والله امورنا طيبه يعني 100% ان شاء الله. خلاص صح. طبعا الحين راح اعمل ميزانيه للاطارات الاماميه والخلفيه. طبعا هذه الميزانيه مهمه جدا وسويها مره واحده طالما انت سويت ميزانيه مثلا الشيالات. زيرو صح؟ هاي زيرو. طبعا راح نسوي الاطارات الاربعه صح؟ مضبوط.
طبعا احبائي واخواني المشاهدين والمشتركين، مثل ما قلت لكم اذا عملت صيانه مثلا او استبدال للشيالات او الاذرع الاماميه والخلفيه، لا تحاول تسوق السياره، شيلها بريكفري وديها المحل المتخصص على اساس انه يضبط لك الميزانيه، وايضا مره واحده تسوي ميزانيه الاطارات مثل ما تشوفون، وهذا راح يضمن لك ان شاء الله ان الاطارات تكون سليمه وراح تعمر معاك بشكل اطول. ارجو من الله العلي العظيم ان يوفقك في صار هذه المعلومه، وننتظر ان شاء الله معك في مقاطع اكثر نتعلم عليها. اهلا يا شباب، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.